اتخذ الكاف قراره الصادم وقضي الأمر، نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب أرض الوداد. لا حديث عن مؤامرات، لا حديث عن تعمد، ولكن الحديث واجب عن غياب العدل. يثبت الكاف يوما بعد يوم انه صاحب القرارات الأسوأ في تاريخ الكوره. احتجاج واجب من الاهلي واخر من اتحاد الكوره، بس مش الاهلي اللي ينسحب. الاهلي هو كبير القاره، ومع اي قرار ظالم يقدر يكسب ويحصد الالقاب. الاهم دلوقتي التركيز ثم التركيز، ويرجع الاهلي بالبطوله المحببه مهما كانت الظروف.